حاليا في العالم ككل لا تفي بالحفة اللي احنا، لان عمر المصارع الواحد لانتاجه بين ال 25 يوم او ال 20 يوم الى ال 30 او 35 يوم للمصارع الواحد. فشفنا اضمحال الانتاج يدويا، فتوجهنا للتقنيه الحديثه. بدأ العمل على تأسيس مصنع يعمل بأبسط الإمكانيات، ثم ارتقى في خط إنتاجه بإضافة المزيد من التقنيات في صناعة المصر العماني، ولا يزال يعلم أولاده على حب العمل بشكل عام وحب صناعة المصر العمانية بشكل خاص. طبعا بداية مشروع في 2008 بدينا خط الإنتاج الأول على الإنتاج المصارع على نوعية أو نوعيتين بس فقط حتى 2010، فكان المصنع بمسمى مصنع المصارع العمانية. فالحمد لله رب العالمين حظى المصنع بمسمى من المقام السامي رضاه الله ورعاه، فسمي مصنع المصار الصوفية العماني، وهذا دعم بحد ذاته للمصنع، ليس لمصنع المصار العمانية وإنما لكل الشباب العماني على أساس أنه يحذو بحذو مصنع المصار الصوفية العماني. وعندنا أيضا بصوف من دولة حوالي من 4 أو 6 دول. آخر مؤتمر الصوف اللي حضرناه بدينا الإنتاج بكل معنى المسؤولية. سابقا الأعطال أو الأعطال الفنية، التصاميم طبعا راشد له دور كبير، سعيد له دور كبير، سلطان له دور كبير، بدر له أيضا دور كبير، أصقلناهم في عدة دول على أساس أنهم يكونوا على رأس العمل. فعندنا المصمم سعيد، الولد سعيد، عندنا راشد اللي هو فني للأعطال كوناً المفاجأة والصيانة الدورية للمعدات هذه اللي احنا بينها. سلطان وبدر أرسلوا إلى الخارج على أساس أنه مزج ألوان على المصر، على خلفية المصر. أيضاً احنا ننسج هنا المصر، فبقى ننسج لون واحد هو الأبيض. فإحنا في عمان ذواقين، الحمد لله الشباب العماني ذواقين، لهم أكثر من لون، أكثر من نقش، أكثر، فلكوننا إحنا من أوساط عمانية بلورنا هذه الفكرة، فالحمد لله الأولاد كلهم أصقلوا بدورات عدة، وهم على رأس العمل، على رأس هذه الآلات، أبو متواجدة هنا في أعطال فنية، في صبغ ألوان، في نسج، في صيانة دورية، في ايضا كان احنا حديثين جايين من الخارج، حضرنا معرض يتكون حوالي من 285 دولة فخاص للصوف، واحنا الثلاثة كان سلطان وراشد واحمد وصلنا الى هذا، واحنا الشباب العمانيين اللي وصلوا الى هذا المعرض، فجينا بأفكار الحمد لله نستنتج الجودة من عدة دول، من إستراليا، من فرنسا، من الهند، من باكستان، من الصين، من منغوليا، فالحمد لله بمقارنة بالجودة.
للحكومة دور بارز في قيام صناعات وحرف مرتبطة بحياتنا وهويتنا دائما، فقد تلقى الحسن الدعم الكافي والعناية اللازمة للإبحار في صناعة المصار العمانية، كونها حرفة قريبة جدا من صناعة البريسم والملابس القطنية، فكتب لهذا المشروع النجاح والتميز بفضل توفيق من الله ثم الدعم الحكومي والعمل بجهد واجتهاد. الصعوبات هي بداية، ما أن هناك صعوبات كثيرة، لكن لكون الصوف لا يوجد في سلطنة عمان أو في دول الخليج، كون أن القطن أيضا لا يوجد في سلطنة عمان أو دول الخليج، فهذه كانت أساس الصعوبات. فالحمد لله بالدافع المعنوي الذي مولاي حضرة صاحب الجلالة في كل البرلمانات السامية يدعم الشباب العماني كان له صدى، كونا لأحمد الحسني أو للشباب العماني كامل، فليس أول أو آخر أحمد الحسني الذي شمر عن سعاله وسافر خارج عمان ليكمن هذا المنتج على أرض الواقع أرض عمان، فكسرنا كل الحواجز الصعبة الحمد لله رب العالمين. فأنتوا على مرأى من العين، الآن المصنع قائم وبلغ الحمد لله رب العالمين قبوله وثقته بين العمانيين وخارج وفي دول الخليج بصفة عامة. المصر يمر على عدة مراحل، أولها الغزل، لأن احنا ما نجيب صوف، نغزل خيوط المصر، فيما بعد ننسج خيوط المصر، فيما بعد نصبغ هذا المصر للألوان الذي احنا نرغب فيها، فيما بعد عندنا الولد سعيد ولدي هو المصمم المتواجد في المصنع، يصمم لمدة للنقش الذي احنا نجتمع عليه كإدارة حتى نتفق عليه. نسق ألوان النقش فيقوم بدوره، هذه بدر وسلطان وأصقلوا بدورات عدة خارج السلطنة، على يكون أنهم يعملوا ينسقوا الألوان المتواجدة على المصر. الخطوة الأخيرة غسل المصر وتغليفه. تعزف آلات نسج وتطريز المصر العماني أروع سيمفونيات لتطرب المشاهد وتزف له بشرى نجاح المنتج العماني، والمضي سيبشر أيضا بنجاحات في منتجات وطنية أخرى لطالما ارتبطنا بها روحيا أو بشكل عملي. طموحي طموح أي شاب عماني، الحلم الحمد لله تحقق كصناعة كقبول كثقة في سوق الكون، السوق المحلي أو الأسواق المجاورة. الحمد لله منتجنا الوطني وصل إلى قطر، وصل إلى الإمارات، وصل إلى السعودية، بينما هناك بوادر إلى العراق. وفي مطلع العام الحالي كان زيارة للوفد اليمني اللي أتى إلى أرض السلطنة برئاسة معالي الدكتور واعد باديب وزير النقل، استمدت زيارتهم إلى المصنع، فكان شرح معالي الوزير يريد المنتج الوطني من المصانع يكون له وطأة قدم في السوق اليمني،
السوق اليمني سوق بحبوحته طيبة بحوالي 18 مليون مثل ما أشار معالي الدكتور الوزير، 18 مليون الذي يرتد المصر في اليمن. فإن شاء الله في القريب العاجل يكون وطأة قدم في اليمن. لهذا أحمد الحسني يطمح أن يكون مصنع أكبر من هذا المصنع، يفي بالمتطلبات الذي استجدت للمصنع. إنتاجنا الحمد لله غطى الوزارات بصفة عامة، السوق المحلي، الجامعات، تخرج الطلبة في القوى العاملة في الجامعات، وأغلب الوزارات الحمد لله رب العالمين. بينما ذكرت سابقا السوق القطري، الشتاء الصيف هذا إن شاء الله، في الشتاء في فصل الشتاء هذا السوق السعودي له دور كبير في المصنع. الحمد لله رب العالمين. اللي يطمح فيه أحمد الحسني هو إن يكون أكبر إنتاج، أكثر معدات، إن شاء الله إن شاء الله بيكون أيضا، وهذا وعد مني للشباب العماني على أساس إنه يكون كوادر عمانية 100% في هذا المصنع إن شاء الله. المنتج العماني يفي إن أنا وصلت إلى إندونيسيا حصلت المنتج العماني في أسواق إندونيسيا، فهذا بشارة خير. والدعم الذي لاقى الشباب العماني للمنتج هذا بروحه خير وبارقة خير، الذي أتى بها مولاي حضرة صاحب الجلالة في إنشاء صندوق الرفد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهذا يكمن للمنتج الوطني. فلي إيجاز في هذا الشيء على أساس إن ثقة المنتج الوطني بكل معاييره هي ثقة تامة تقبلها السوق المحلي أو الأسواق المجاورة أو الأسواق العالمية. لأحمد الحسني أبناء واعدون يبشرون بقدوم جيل يبشر ببقاء هذه المهنة وتطورها وإيصال منتجاتها إلى كل الأسواق لترضي كل الأذواق، فهنيئا لنا بأمثال أحمد الحسني ومشروعه الوطني الناجح، وهنيئا لنا باعتزازنا بتيجان تزهو فوق هاماتنا وبتمصورات مختلفة تعبر عن هويتنا وثقافتنا ومكانتنا واعتزازنا بوطننا الحبيب عمان. نصيحتي للشباب العماني هي ليس نصيحة وإنما حذو، إن يحذو بالشباب الذي عصروا أفكارهم ليأخذوا الأفكار من خروجهم من السلطنة وسفرهم لكي يجيبوها هذه الأفكار إلى السلطنة ويبلوروها على أرض الواقع، فإن هناك ليس فيها مصاعب وليس فيها أي متاعب، بل هناك الحكومة جعلت وزارات عدة في هذا. وزارة التجارة هي الداعم الأول، وزارة الأسكان هي الداعم الثاني، بنك التنمية الداعم الثالث لتقييم مشروع، بينما هنا صندوق الرفد الذي أنشئ لهذا الشيء بأمر من مولاي حضرة صاحب الجلالة.